شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة في افتتاح المبنى الاجتماعي الجديد. وطلع سمو على المبنى الذي بني في مدة 70 يوما وشيد بطريقة عصرية ليتناسب مع النهضة التنموية التي تشهدها الشيشان علاوة على الخدمات المتوفرة فيها ومن أبرزها مستشفى يضم نخبة من الأطباء والكوادر والمعدات الحديثة ومدرسة نموذجية. وقد ألقى سموه كلمة في حفل الافتتاح أشاد فيها بالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف وحكومته من أجل توفير العيش الكريم لشعب جمهورية الشيشان الصديقة وبناء المراكز الاجتماعية التي تساهم في تحقيق الأمن الاجتماعي ونشر الوعي وأهمية التكاتف والتعاضد من أجل بناء مجتمع متماسك، مشيرا إلى أن المستشفى والمدرسة يمثلان توجه الحكومة الشيشانية من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية والتعليمية في الجمهورية. يشرفني في هذا اليوم المبارك أن أكون معكم. يا إيميو تشيس يبوت نفريسوس ونتنات نمترجستي. والحقيقة هذه أول زيارة لي في البلد بلدي الثانية الشيشان. Правда, это мой первый визит в Чеченской республике. وأستخدمه в мой второй дом. وأعتز بمعرفة الرئيس رمضان قديروف. Я горжусь тем, что я знаком со своим братом, с господином Рамзаном Кадировым. وكل الذي يستطيع أن أقوله أنكم محظوظون بهذا الرئيس. Все, что я могу вам говорить, что вам очень повезло с этим президентом. لأنه فعلاً ترجم. Потому что он на самом деле переводил свои слова в конкретные действия. فعلا ترجم معنى الأمن والأمان والسلام. Он на самом деле доказывал, что это значит стабильность, безопасность и мир. وحول هذه الأرض من شبه مستبادة إلى جنة الله في الأرض. Он превратил разрушенную республику в настоящий рай. شكرا. Большое вам спасибо. Слово предоставляется Хлопонину Александру Геннадьевичу. وهنا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فخامة رئيس جمهورية الشيشان والحكومة والشعب بافتتاح المركز الاجتماعي الجديد مبريا سموه إعجابه بالنهضة الحضارية والحركة التنموية التي تشهدها جمهورية الشيشان مشيدا بسياستها على الصعيدين الخارجي والداخلي وبقيادتها التي تمكنت من تحقيق الازدهار والتنمية في الداخل. وبين سموه أن جمهورية الشيشان تواصل بخطى واثقة مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لنقل الجمهورية إلى آفاق واسعة من التطوير والنماء في مختلف المجالات حتى باتت تسير في الطريق الصحيح لتصبح النموذج المثالي.